بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي الطلبة على قناتكم كوردي زاد. إن شاء الله في هذا الفيديو سنتطرق إلى دراسة دالة ناطقة التي هي عبارة عن حاصل قسمة كثيرات حدود في البسط. لدي x أس 3 زائد 2 x مربع على x زائد 1 الكل مربع. إذا عندي في المقام x يساوي ناقص 1 يعدم لي المقام، ومنه df معرفة على R ما عدا الناقص 1، لأن البسط معرف على R كثير حدود والمقام معرف على R باستثناء X يساوي ناقص 1. إذن هذا التمرين إن شاء الله شامل لدراسة دالة ناطقة. نبدأ بأول سؤال، قال لك أدرس أول سؤال أدرس تغيرات الدالة F. دراسة تغير الدالة F تتضمن عدة أجوبة، نبدأها بحساب النهايات ثم حساب المشتقة، دراسة المشتقة، وأخيرا نستنتج التغيرات هل هي اتجاه تغيرها متزايدة ومتناقصة، نديرها في جدول. نبدأ بأول شيء بحساب النهايات. ألف حساب النهايات، نهايات على مجموعة التعريف الدالة F. نذكر بلي دي F معرفة على R ما عدا الناقص 1، إذن عندي تقريبا 4 أو 3 نهايات لدراستها. صح، أول نهاية عندي هي ناقص ما لا نهاية، وعندي زائد ما لا نهاية، وعندي ناقص 1 بقيم صغرى وقيم كبرى. صح، نبدأ على بركة الله بدراسة ليميت. ليميت x يؤول، نبدأ على عند الناقص ما لا نهاية، f ل x. f ل x في هذه الحالة هي x أس 3 زائد 2 x مربع على x زائد 1 الكل مربع. كما تلاحظون هنا دالة ناطقة كثير حدود، علينا نأخذ أكبر حد في البسط اللي هو ليميت x أس 3 على x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية على أكبر حد في المقام اللي هو x أس 2، لأنه بعد ما نقوم بالنشر كثير متطابقة شهيرة نقوم بنشرها يولي عندي أكبر حد هو x أس 2 x مربع. إذا نقوم باختزال هنا، عندي x أس 3 الفوق في البسط و x أس 2 في المقام، نختزل يبقى لي x 1 في البسط، معناتها تبقى لي ليميت x فقط لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، وهنا تساوي بكل بساطة ناقص ما لا نهاية. سهل. شوفوا النهاية الثانية، ليميت لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية للدالة تاعي اللي هي f ل x تساوي مباشرة بدون ما إعادة هذه الخطوات، نذهب إلى النتيجة الأخيرة هي تساوي ليميت لنفس الطريقة x لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية وتساوي زائد ما لا نهاية. الآن ثالثا أو النهاية الثالثة اللي هي ليميت x يؤول إلى الناقص 1 للدالة x أس 3 زائد 2 x مربع على x زائد 1 الكل مربع تساوي. هنا نقوم بالتعويض، نعوض الناقص 1 في المقام تعطيني 0. هنا ملاحظة، لا يكفي دراسة عند الناقص 1 سواء بقيم كبرى أو بقيم صغرى، دائما تكون عندي صفر موجب. لماذا؟ لأنه هنا عندي التربيع، وبالتالي لا داعي لدراسة النهاية عن اليمين وعن اليسار بقيم صغرى وبقيم كبرى، يكفي بهذه الطريقة. نقوم بتعويض ناقص 1 في البسط، تولي عندي ناقص 1 أس 3 ناقص 1، ثم هنا أعطيني ناقص 1، ناقص 1 أس 2 1 في 2 2، 2 ناقص 1 أعطيني 1، 1 موجب زائد 1. إذا 1 موجب على الموجب يعطيني زائد ما لا نهاية، وبهذا نكون انتهينا من دراسة عند الناقص 1 سواء بقيم صغرى أو بقيم كبرى، دائما تعطيني زائد ما لا نهاية. ماذا نستنتج؟ هنا عندي نقول عندما ندرس نهاية عند عدد ونلقاها تساوي ما لا نهاية، نقول أن سي اف أي المنحنى سي اف يقبل، هو استنتاج، هذا هو الاستنتاج، قال لك يقبل، هنا نستنتج نجاوب على هذا الاستنتاج، يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته
معادلته x تساوي الناقص واحد، معناتها يكون يوازي محور التراتيب، يوازي محور التراتيب. وبهذا نكون انتهينا من الجزء الأول أو حساب النهاية. الجزء الثاني هو حساب المشتقة ب، حساب المشتقة للدالة F، صح. لحساب المشتقة هنا لدي دالة ناطقة ودالة كسرية. أولا نقول بلي أن F قابلة للاشتقاق على مجموعة تعريفها لأنها كثيرة حدود. F قابلة للاشتقاق، ما عنديش مشكل هنا. F قابلة للاشتقاق، قابلة للاشتقاق على df، لأنها عبارة عن حاصل قسمة دالتين قابلتين للاشتقاق. إذن ودالتها المشتقة f فتحة لx هي f فتحة لx تساوي، نقوم هنا عندي u فتحة معناتها نشتق البسط في المقام. إذن مشتق البسط هو 3x أس 2 زائد، نهبط 2 تولي عندي 4x مضروبة في المقام اللي هو x زائد 1 الكل مربع ناقص البسط كما هو x أس 3 زائد 2x مربع مضروبة في مشتق المقام. هنا مشتق المقام عبارة عن دالة مركبة على الشكل u أس n، u لـ x أس n. إذا مشتق هذه الدالة هو نقوم بإنزال الأس تولي عندي n ضرب مشتق الدالة u معناتها u فتحة لـ x ضرب u لـ x دالة بحد ذاتها أس n ناقص واحد، معناتها نقوم بالأس ونقص له واحد. إذا هنا الدالة تاعي واش هي؟ هي x زائد واحد الكل مربع. إذا الآن هي 2، نهبط 2 ضرب مشتق هذا اللي داخل قوسين ما بين القوسين مشتق x زائد واحد هو واحد، معناتها ضرب واحد ضرب، نعاود نكتب الدالة كيما راهي x زائد واحد والأس فقط نقص له واحد، معناتها تولي عندي 2 ناقص واحد أي أس واحد. هذه نكتبوها هنا تولي عندي 2، نقدر نجيبوها هنا لأنه ضرب تبديلي ضرب، وبقات لي هنا 2 في 1 2، بقات لي x زائد 1 على المقام اللي هو x زائد 1 الكل. هنا عندي أس 2 في المقام، هنا عندي أس 2، نزيدو نديرو ضرب أس 2 تولي لي هنا أس 4، غادي نضربو في أس 2، صح. أول ملاحظة هنا لاحظوا بلي عندي x زائد واحد عامل مشترك هنا، x زائد واحد هنا، x زائد واحد هنا، وهنا عندي x واحد، نختزلو، معنتها تولي عندي هذه 2 تروح، هذا كامل يروح، وهنا في بلاصة الرابعة تولي عندي 3، نقصو لها واحد، تولي عندي 3، إذا تولي عندي f فتحة لـ x تساوي، نقوم بالنشر، عندي 3x مربع ضرب x، هنا تربيع راح تولي عندي 3x أس 3، 3x مربع ضرب 1 معناتها زائد 3x مربع، 4x ضرب x تساوي 4x مربع زائد 4x. إذن وهنا عندي ناقص 2، ناقص 2 x أس 3 وناقص 2 تولي في ناقص 2 تولي ناقص 4 x أس 2 على x زائد 1 أس 3 لأنه هنا 4 اختزلنا. إذا هنا نقوم بالبسط، بسطوها عندي هنا 3 x أس 3 x مع ناقص 2 x أس 3 تبقى لي x أس 3 قال لي واحدة. هنا عندي 3x مربع زائد 4x مربع تولي لي 7x مربع، 7 نقص منها 4 تبقى لي 3x مربع، وتبقى لي هنا يا 4x وحدها زائد 4x على x زائد 1 الكل أس 3 تكعيب.
وبهذا نكون انتهينا من دراسة المشتقة، لكن ملاحظة بسيطة، لأنه أنا عندي مازال لي ندرس إشارتها، نسي نحاول نبسطها. أنا عندي لاحظ في البسط عندي إكس عامل مشترك، نخرجوه عامل مشترك، إذا تولي عندي النتيجة النهائية أف فتحة لي إكس تساوي، نخرج الإكس عامل مشترك في البسط، تولي عندي إكس، نفتح القوس تبقى لي هنا إكس مربع زائد 3 إكس زائد 4 الكل على إكس زائد 1 أس 3. وبهذا نكون انتهينا من حساب المشتق. نروح الجزء الثالث اللي هو دراسة هذه المشتقة. وكما تلاحظون هنا المشتقة، إشارة المشتقة، ندرس إشارة البسط وإشارة المقام. إذا الجزء الثالث دراسة جيم، دراسة إشارة المشتق. صح، نذكركم بالنهاية، إن هذه هي النهاية فتحة لي إكس، فتحة لي إكس، فتحة لي إكس. إذن عفوا، هنا عندي إكس أس 3، هنايا عندي إكس أس 3. إذن إشارة الفتحة هي ذوك من إشارة البسط وإشارة المقام. نبدأ أول شيء بدراسة إشارة البسط. نديرو إشارة البسط، عندي هنايا البسط هو عبارة عن إكس ضرب إكس مربع زائد 3 إكس زائد 4، هو راه جيدات أعداد كثيرة حدود، كثير حدود. ندرس هذا إشارة هذا البسط، هنا عبارة عن معادلة من الدرجة الثانية، نقوم بحساب المميز اللي هو ب مربع ناقص 4 أسي، وتساوي ب مربع معناتها 3 مربع ناقص 4 في أ واحد ضرب 4، وتساوي 9 ناقص 4 في 4 ناقص 16، وتساوي ناقص 7، إذن سالب. معناتها المعادلة ليس لها حل، ومن المعادلة لا تقبل حلا في R، معندهاش حلول في R لأن المميز سالب. بما أن المميز سالب، إذن إشارة كثير حدود هذه هي من نفس إشارة الأ، والأ هنا يراه موجب، إذن هذا راه عندي موجب، ومن لدينا إكس زائد 3 إكس زائد 4 راه موجب أكبر من الصفر، لأن الأ هذا راه موجب، إذن موجب. عندي إشارة، بقات لي إشارة إكس فتحة، إشارة إكس، هذه إشارة إكس سهلة بدون دراسة، قبل الصفر سالبة، بعد الصفر موجبة. وإشارة المقام اللي هي إكس، إشارة المقام اللي هي إكس زائد 1 أس 3 تساوي، هي عبارة عن إكس زائد 1 مضروبة في إكس زائد 1 أس 2، هذه هي، لأنه يعني 3 هي 1 زائد 2، وهذا عندي ديما موجب، هذا راه ديما موجب. إذا إشارة تاع المقام هي من إشارة إكس زائد 1، وإكس زائد 1 ينعدم عند الناقص 1، ينعدم عند الناقص 1، معناتها هنا عندي إكس زائد 1 يساوي 0، يستلزم باللي إكس يساوي الناقص 1. إذا إشارة، نديرو جدول كخلاصة، جدول إشارة، نديرو هنايا جدول إشارة، جدول الإشارة، يجينا جدول عبارة، لدي هنا إكس معرفة على ناقص ما لا نهاية ما عدا الناقص 1 زائد ما لا نهاية. إذا عندي قلنا هذا راه موجب، ما كان له لا داعي لكتابته في جدول الإشارة. عندي الإشارة مبنية على إشارة إكس، كتبوا هنا يا إكس، الإكس ينعدم عند الصفر، ينعدم عند الصفر، قبل الصفر عندي سالب، قبل الصفر عندي سالب، سالب، بعد الصفر تولي عندي موجب، معناتها عكس مثل. وعندي إشارة المقام
هي نفسها إشارة x زائد واحد، معناتها x زائد واحد تنعدم عند الناقص واحد، تنعدم عند الناقص واحد. إذن هنا عندي نفس عكس، عكس قبل الناقص واحد عندي عكس، معناتها تولي سالب، بعد الناقص واحد تولي موجبة وموجبة. إذن إشارة نهائية اللي هي f فتحة ل x تساوي، تساوي درك هنا عندي عند الناقص واحد غير معرفة، غير معرفة تنعدم عند صفر. إذا عندي سالب في السالب يعطيني موجب، سالب في الموجب يعطيني سالب، وموجب في الموجب يعطيني موجب. ومنه انتهينا من دراسة إشارة فتحة لإكس. إذا نذكر أخيرا اتجاه التغير، استنتاج اتجاه التغير، فتحة لإكس، فتحة لإكس، هنا عندي الدالة تاعي متزايدة ثم تأتي متناقصة ومتزايدة. سبق أنه حسبنا النهاية عند الناقص ما لا نهاية، لقيناها ناقص ما لا نهاية. عند الزائد ما لا نهاية لقيناها زائد ما لا نهاية. عند الناقص واحد ما هيش معرفة، ولكن حسبنا النهاية لقيناها زائد ما لا نهاية، زائد بقيم صغرى أو بقيم كبرى زائد ما لا نهاية. وعند الصفر نقوم بالتعويض، نحسب اف لصفر، اف لصفر نعوض صفر في الدالة كامل، في الدالة هذه نعوض اف لصفر تعطيني صفر تساوي صفر. إذا وبهذا نكون انتهينا من دراسة إشارة أو دراسة تغيرات الدالة اف. الآن السؤال الثاني نفس الدالة، قال لك بين أن المستقيم، بين أن المستقيم ذي المعادلة y يساوي x هو مقارب مائل للمنحنى CF. هنا لازمنا نديرو تذكير، لدراسة مستقيم مقارب مائل يجب حساب نهاية ليميت x لما يؤول إلى زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية، كلتا الحالتين، f لx ناقص المستقيم المقارب اللي هو y لازم تكون تساوي الصفر. إذا كانت هذه النهاية f لx ناقص y لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية تساوي الصفر، نقول أن المستقيم ذو المعادلة y هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى CF. إذا نشوفوا نطبقوا هذه القاعدة على المثال تاعي. عندي أنا في التمرين أول شيء واش لازم لي نقوم، أول حاجة نقوم بحساب الفرق، حساب الفرق F لX ناقص Y كم يساوي هذا الفرق، نقوم بحساب هذا الفرق أول شيء. إذا ومنه واش يولي عندي الفرق هنا، يولي عندي F لX اللي هي الدالة تاعي X، معناتها F لX ناقص Y تساوي f لx هي x أس 3 زائد 2 x مربع على x زائد 1 الكل مربع ناقص معادلة مستقيم y تساوي x. واضح؟ احنا نقوم أول شيء نوحد المقامات، إذا تساوي نقوم بتوحيد المقام، هنا عندي x أس 3 زائد 2 x مربع، المقام المشترك هو x زائد 1 الكل مربع. هناكم تلاحظوا باللي باش يكون عندهم نفس المقام، باش يكون عندهم نفس المقام لازم لي نقوم بضرب العدد x في، هنا غادي نضربوا x في x زائد 1 الكل مربع ونقسمه على نفس العدد اللي هو x زائد 1 الكل مربع. إذا هنا دوك نولي عندي x أس 3 زائد 2 x مربع ناقص، هنا متطابقة شهيرة من درجة ثانية، تولي عندي x مربع ضرب x تولي لي x أس 3 زائد 2 x، متطابقة شهيرة
ضرب إكس تولي لي ناقص اثنان إكس مربع زائد واحد مسبوقة بمضروبة في ناقص إكس تساوي ناقص إكس، وتساوي نقوم هنا باختزال، عندي إكس أس ثلاثة مع ناقص إكس ثلاثة تختزل، زائد اثنان إكس مربع مع ناقص اثنان إكس مربع. إذا بكل بساطة تبقى عندي في البسط تبقى عندي ناقص إكس، وفي المقام إكس زائد واحد. هذا هو الفرق أس مربع، هذا هو. إذا حسبت الفرق. الخطوة الثانية نقوم بحساب نهاية الفرق. إذا الخطوة الأخيرة اللي هي نهاية إكس يؤول إلى ما لا نهاية للدالة F لإكس ناقص إكس، وتساوي ليميت إكس يؤول إلى مثلا نحسبها عند زائد ما لا نهاية أولا، زائد ما لا نهاية. الفرق هو نديرو إيكغيك، الفرق لقيناه ناقص إكس على إكس زائد واحد الكل مربع تساوي. هنا عندي كثير دالة ناطقة، أكبر حد في البسط هو ناقص إكس، وأكبر حد في المقام هو إكس مربع. مثلا تولي نختزلو تولي عندي النهاية تاع ناقص واحد على إكس في المقام إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا واحد على زائد ما لا نهاية دائما يساوي الصفر، وحتى إذا كان ناقص ما لا نهاية، ناقص واحد على ناقص ما لا نهاية دائما أي عدد على ما لا نهاية يساوي الصفر. إذا نفس الشيء هنا، سواء عند زائد ما لا نهاية ولا ناقص ما لا نهاية نفس النتيجة. إذا لقينا الصفر أخيرا، لقينا الصفر، نهاية تساوي الصفر اللي هو هذا الصفر اللي كنا نحوس عليه هنا. ومنه شنو نقول؟ نقول المستقيم مثلا دلتا نقوم بتسميته دلتا إيكغيك يساوي إكس هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى سي إف عند أي قيمة درسنا النهاية، عند زائد ما لا نهاية، عند زائد ما لا نهاية أعطاني صفر، إذن عند زائد، وأيضا عند ناقص ما لا نهاية. مادام أعطاني صفر عند حساب كلتا النهايتين أعطاني صفر، إذن عنده مستقيم مقارب زائد ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية. وبهذا كنا انتهينا من السؤال الثاني. في السؤال الثالث قال لك أدرس وضعية المنحني سي اف مع الى المستقيم المقارب، معناتها دراسة الوضعية. إذا هنا تذكير، دائما نقوم بالتذكير، لدراسة الوضعية، دراسة الوضعية سي اف مع المستقيم المقارب مثلا المستقيم دلتا، يعني يكفي دراسة ندرس إشارة الفرق. وش من الفرق؟ اللي هو F لـ X ناقص Y. يعني هذه القاعدة اللي نستعملوها باش نجاوبوا على هذا السؤال. إذا هنا عندي من السؤال الثاني سبق لي وين درست الإشارة. لدينا إشارة الفرق F لـ X ناقص Y، بعد ما درسناها لقيناها تساوي ناقص X على X زائد واحد الكل مربع. نقوم بدراسة هذا الكسر أو هذه الدالة الناطقة، وهنا سهلة، عندي المقام موجب لدينا، بما أن المقام هنا دائما موجب X زائد واحد الكل مربع أكبر تماما من الصفر، من أجل مهما يكون X ينتمي إلى DF. إذن فالإشارة من إشارة ناقص إكس، والناقص إكس سهل دراسته. إذا عندي ديرو جدول إشارة، أنا عندي إكس دالتها معرفة على ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية باستثناء الناقص واحد. إشارة الإكس تنعدم عند الصفر، نضع هنا الصفر، إذا يولي عندي هنايا ناقص إكس.
إذن هنا تنعدم. العصر. وهنا عندي الوضعية. هنا عندي قبل عندي الصفر تنعدم. هنا عندي دوك يكون قبل الصفر إكس يكون سالب مضروب مسبوق بالناقص، معناتها يولي هنايا كامل يساوي موجب. خلاص الدالة تاعي ماشي معرفة عند الناقص واحد، هنا تاني هي موجب. وعند الصفر تنعدم، بعد الصفر هنا يولي إكس موجب لكن مسبوق بالناقص يولي سالب، يولي سالب. إذا هنا نقول الوضعية، الوضعية هيا عندي الوضعية صح. في الوضعية دوك هنا عندي موجب، هنا عندي موجب. إذا نقول باللي اف المنحنى، بما أنها موجب المنحنى سي اف يقع، يقع فوق، فوق المستقيم دلتا، يقع فوق. و هنا تنعدم، هنا عندي وهنا سالب، عندي سي اف يقع تحت، يقع تحت المستقيم المقارب من دلتا. وعند الصفر هنا يقع لي هنا تنعدم، نقولوا باللي سي اف هنا عند النقطة هذه، عند انا نقولوا باللي هنا نفس الشيء سي اف هنايا نقولو بلي سي اف، هنايا سي اف يقطع، يقطع المستقيم دلتا عند النقطة ذات الفاصلة صفر، والترتيبة اللي هي اف لصفر، اف لصفر. عندها في ذيك النقطة، هنا في هذه النقطة ذات الفاصلة صفر المنحنى سي اف يقطع، يقطع المستقيم المقارب المائي. إذا هنا نفس الشيء، هذه نقدر هنا نحوها لأنه نفس الوضعية، ولا عندي نفس الوضعية. إذا باختصار، باختصار عندي الوضعية ابتداء من ناقص ما لا نهاية إلى غاية صفر سي اف يقع فوق، سي اف يقع فوق دلتا، ومن الصفر إلى الزائد ما لا نهاية سي اف يقع تحت، وعند النقطة صفر هناك تقاطع، معناتها سي اف يقطع دلتا عند النقطة ذات إحداثية صفر والفاصلة فاصلة صفر والترتيبة اف لصفر. كي نحسبوها نلقاوها ثاني صفر، معناتها صفر صفر. الآن ننتقل إلى السؤال الرابع، يقول احسب إحداثيات، إحداثيات نقطتي تقاطع المنحنى سي اف مع حامل محور الفواصل. دائما نبدأ بتذكير للإجابة عن هذا السؤال. تذكير، تقاطع سي اف مع محور الفواصل، مع محور الفواصل معناه نقوم نحل معادلة، نحل المعادلة، نحل المعادلة اف لإكس تساوي الصفر. إذن في هذا للإجابة عن هذا السؤال نحتاج إلى هذا التذكير. صح للإجابة. إذا ننطق على بركة الله، بسم الله. الآن أقوم بتذكير بلي اف لإكس، هذه الدالة اف لإكس تساوي الصفر يكافئ، إذا عندي إكس أس ثلاثة زائد اثنين إكس مربع على المقام يساوي صفر. دائما المقام يختلف عن الصفر، إذا معناه أنه إكس أس ثلاثة زائد اثنين إكس مربع تساوي الصفر. يمكننا إخراج x مربع عامل مشترك وتكافئ x مربع عامل مشترك، معناتها ضرب x زائد 2 يساوي صفر. جدا عددين يساوي صفر، معناه إما x زائد 2 يساوي صفر أو x مربع يساوي الصفر مباشرة، وهذا يكافئ يا إما x يساوي ناقص 2 أو الحل الأول، أو x يساوي الصفر مباشرة. إذن إحداثيات، إحداثيات
تقاطع سي اف مع محور الفواصل مع حامل الفواصل. عندي نقطتين، هما عندي زوج نقاط. النقطة الأولى مثلا يمكن تسميتها A عند الفاصلة ذات قيمة تساوي x يساوي 2، والترتيبة بطبيعة الحال يساوي 0 لأنه هنا يقطع محور الفواصل. والنقطة B مثلا اللي هي 0 ذات الفاصلة 0 والترتيبة أيضا 0. وبهذا انتهينا من السؤال الرابع. ننتقل إلى السؤال الخامس، حيث يقول في السؤال الخامس: اكتب معادلة للمماس دلتا، يمكننا تسميتها دلتا فتحة لكي نميز عن دلتا السابق تاع المستقيم المائل، عند النقطة ذات الفاصلة 1. دائما نحتاج إلى تذكير معادلة المماس. معادلة المماس للتذكير هي تساوي y يساوي f فتحة لx صفر. في هذه الحالة x صفر هو الواحد، هذا هو x صفر يساوي الواحد. إذا تولي عندي y تساوي f فتحة لواحد ضرب x ناقص واحد زائد f لواحد. إذا كما تلاحظون نحتاج حساب المشتقة عند الواحد، صورة المشتقة عند الواحد، وصورة الدالة f عند الواحد أيضا. نبدأ بحساب f فتحة لواحد. نقوم لازم نكونوا نذكركم بالدالة المشتقة هنا. إذا هذه تساوي معناه تكافئ f فتحة لواحد، نعوض الواحد في الإكس، تولي عندي هنا واحد زائد واحد أس 2 زائد 3 في واحد زائد 4 على واحد زائد واحد الكل أس 3، عفوا أنا المشتقة دائما أس 3. إذا وهذه تساوي في البسط عندي 4 زائد 3 زائد 1 تساوي 8، 8 في 1 8، إذا عندي 8 على 1 زائد 1 2، 2 أس 3 أيضا 8، إذا 8 على 8 تساوي 1. أن حسبنا f فتحة لواحد. الآن نحسب صورة دالة f عند القيمة واحد، نذكر بالدالة f وتساوي معناه تكافئ f لواحد يساوي، نقوم بالتعويض في مكان الـ x بواحد، تولي عندي واحد أس 3 زائد 2 ضرب واحد مربع على واحد زائد واحد الكل مربع ويساوي واحد زائد 2 3، 3 على 2 أس 2 4، متى تساوي 3 على 4. إذا نعوض قيمة الواحد في المعادلة المماس، و 3 4 تساوي هنا نعوض بالواحد ضرب x ناقص واحد زائد 3 على 4 وتساوي، نقوم بالتبسيط، تولي عندي واحد في x تساوي x، واحد في ناقص واحد تساوي ناقص واحد زائد 3 على 4. ومنه كخلاصة ومنه معادلة المماس دلتا فتحة، سميناها دلتا فتحة y تساوي x ناقص واحد زائد 3 على 4، 3 على 4 نحدد المقامات، تولي لي ناقص 4 على 4، ناقص 4 زائد 3 تساوي لي ناقص 1 على 4. وبهذا نكون انتهينا من السؤال الخامس، هذه هي معادلة المماس. نأتي إلى السؤال الأخير، قال لك أنشئ المستقيم معادلة المماس دالتا فتحة، اللي هي معادلة المماس دالتا فتحة والمنحنى سي اف. تذكير، لدينا مما سبق دالتا فتحة المستقيم المعادلة المماس y يساوي x ناقص 1 على 4. إذا لإنشاء أي مستقيم يكفي أن نختار نقطتين كيفيتين، عندي x فاصلة وترتيبة y، نعوض بقيم مثلا كيفية 0، نعوض 0 في مكان x تعطيني 0 ناقص 1 على 4 تساوي 1 على 4،
ونختار النقطة الثانية ذات الفاصلة 1/4 مثلا، كيفية؟ نعوض 1/4 ناقص 1/4 تساوي الصفر. إذن لدي نقطتين يمكنني إنشاء دلتا فتحة، معادلة المماس. الآن لإنشاء المنحنى سي اف نحتاج أن نقوم بالتذكير. أول شيء لدينا مستقيم، لدينا سي اف يقبل مما سبق مستقيم مقارب عمودي، معادلته إيكراك تساوي ناقص واحد، اللي هي دالة مش معروفة عن ناقص واحد. كذلك ويقبل مستقيم مقارب مائل، معادلته إيكراك تساوي إكس. هذو كاع نحتاجهم باش نحتاجهم لرسم المنحنى سي اف، هذو نحتاجهم. بالإضافة عندي نقطتي تقاطع مع محور الفواصل، اللي هما النقطة الأولى ذات الفاصلة ناقص 2 صفر، نقطة A نقطة تقاطع، ونقطة B اللي هي صفر صفر. هنا يقطع المنحنى سي اف يقطع محور الفواصل. الآن نأتي إلى الإنشاء، نقوم برسم معلم متعامد ومتجانس. إذا لدينا هنا مثلا ناقص واحد، أنا عندي صفر، هنا عندي صفر، هنا اي و جي، اثنين ناقص واحد ناقص اثنين، اثنان ناقص واحد. اذا اول شيء ناتي لانشاء المستقيم دلتا فتحة عند النقطة، هنا عفوا زائد واحد ومنا ناقص واحد، اذا عند النقطة واحد. اذا لانشاء المستقيم ذو المماس اكس يساوي ناقص 1/4، عندي نقطتين، النقطة الأولى صفر ذات الفاصلة صفر والترتيبة ناقص 1/4، هاي مثلا هذه هي النقطة الأولى، والنقطة الثانية 1/4 في الفاصلة والترتيبة صفر، هذه تكون هذه هي النقطة. نرسم هذا المستقيم، نربط بيناتهم هنا، نربط بيناتهم بشكل كيفي. إذا كان عندي رسم بتطبيق جيو جيبرا نعطيه لكم. اذا هنا عندي المستقيم دلتا فتح، هاني رسمناه. عندي كذلك المستقيم العمودي اكس يساوي ناقص واحد، نرسمه باللون الاصفر مثلا، اكس يساوي ناقص واحد، اذا يشمل اكس يساوي ناقص واحد. وعندي كذلك المستقيم الافقي ايكراك يساوي اكس، ايكراك يساوي اكس، إيكراك يساوي إكس، اللي هو المستقيم المائل. أيوا هاي تقريبي. إذا كذلك عندي نقطة تقاطع مع محور الفواصل ناقص 2 صفر، هاي النقطة أ، النقطة الأولى نقطة أ، والنقطة ب اللي هي مبدأ المعلمة. إذا عندي نقطتين. الآن نحتاج كذلك جدول التغيرات باش نعرف، يساعدني كثيرا في الرسم. نعطيك تذكير مما سبق أو جدول التغيرات، عندي الدالة تاعي من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الناقص واحد تأتي متناقصة، ناقص ما لا نهاية، من ناقص ما لا نهاية، من ناقص ما لا نهاية، جي من ناقص ما لا نهاية كذلك، جي مقارب، عندي لدي مستقيم مقارب، هي قارب من مستقيم دلتا، عفوا، هنا فقط. دلتا فتحة غادي يكون هذا هو دلتا فتحة، يعني هي غادي يكون هذا مستقيم. إذا نجيو نرسمو الرسم تاعي، تجي متقاربة متقاربة ومتزايدة إلى غاية ناقص 2 صفر، هنا يقطع، ومن بعد يجي متقاربة من ناقص ما لا يجي متزايد، متزايد إلى غاية ناقص واحد بقيم كبرى أو قيم صغرى، فهنا ناقص واحد قيم. ثم يأتي من ناقص، وهنا يراه فوق المستقيم دلتا، لأن درسنا الوضعية، عندي من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الصفر سي اف يقع فوق المستقيم المقارب المائل، ومن هنا يقع تحت، وهنا عندي تقاطع. ثم يأتي من ناقص واحد بقيم كبرى إلى غاية صفر صفر، ها من ناقص واحد قيم كبرى إلى جي متناقصة إلى غاية الصفر صفر.
ثم تأتي متزايدة من الصفر إلى زائد من. كما هنا عندي معادلة المماس، في الحقيقة في معادلة المماس ما نحتاج كامل هذا المستقيم تاع المماس، يكفي لأنه عندي المماس هذا عند القيمة محددة اللي هي عند الواحد، هنا هي عند الواحد فقط، نحتاج عند الواحد واحد واحد، غادي عند الواحد غادي يكون عندي مس معنتها هنايا، غادي يجي هنايا تساوي 3 على 4، لأنه عند الواحد لقينا 3 على 4، وتجي الدالة تاعي متقاربة إلى المس. صح، شوفوا الرسم أحسن، هذا هو الرسم تاع سي اف، باللون الأخضر لدي المنحنى سي اف، باللون الأخضر لدي الدالة سي اف، راهي تجي باللون الأزرق، هذا هو المستقيم، هذا هو المستقيم دالتا ذو المعادلة إيكراك يساوي إكس، وعندي راه يقع فوق، غتجي متزايدة عند الناقص 2 0، هذا المعادلة إكس يساوي ناقص 1 هو مش مع المستقيم العمودي، ومن بعد تجي بقيم كبرى من ناقص 1 بقيم كبرى تجي إلى غاية 0 0، رانا كامل راه سي إف راه يقع هنا كامل يقع فوق، ابتداء من نقطة 0 يولي سي إف باللون الأخضر يقع تحت المستقيم دلتا، وباللون الأحمر هذا هو معادلة المماس. راكم تلاحظوا عند الواحد واحد هنايا، هنايا 3 على 4، أي كاين مماس، معناتها السي إف راه يمس هذه معادلة المماس، ثم يبدأ متزايد ويتقارب إلى المستقيم إيكراك يساوي إكس. وبهذا نكون انتهينا من دراسة دالة ناطقة.